Io devo ricordando cosa. Gasina che va? Ciao. Abda ba Abdullah. Abdullah. ويارا عبد الله ايوه ويارا ماشي جايز ماشي. يلا 1 سؤال رقم 1 perforated peptic ulcer posterior ulcer usually perforate لا غلط auscultation reveals hyperaudible intestinal sounds Acute pancreatitis is not differential diagnosis. Appreciate endoscopy is the investigation of choice. Oh, sorry. E? مظبوط. عبد الله. رقم أربعة. رقم مش شايف اخر واحده مش شايف اخر واحده اه رقم أربعة فين اه indication center اكويد دي دي اخر اكويد ارسل برافو عبد الله طيب رقم نقول أحمد أحمد أيوة أيوة رقم 8 إيه 8 إيه نعم مظبوط برافو طيب نقول شروق ايوه رقم 11 جاسترودينال ارتري رقم بي برافو جاسترودينال ماشي صفحة 22 زهرة رقم 13 ميتابوليك الكالوزيس برافو يا زهرة الاء الاء ايوه رقم 20 ها لا دي يا دكتور دي 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 ايوه صح برافو عندنا بسمه رقم 23 يا بسمه اسهل سؤال اوكي
مين اللي بينادي جنبه المية يا جماعة؟ مين يعترف؟ بياع وبكيا. ايه 23 ايه هنعمل اندوسكوبي. الكلام ده صح يا زهره؟ غلط. هنعمل شيست اكس راي. اريكت شيست اكس راي. ممنوع الاندوسكوبي يا بسمه، كونترا انديكيتد في عيان بيرفوريتد. هو انا عرفت منين ان هو بيرفوريتد؟ قايل لي كل حاجه، ريجيديتي اهمهم، شيفتنج دالنس، ابسنس ليفر دالنس، كل حاجه بتقول انه بيرفوريتد. مش احنا قلنا الاندوسكوبي يزود الفتحه؟ بما انه فهتضطر يجاوب. دكتور هي بلاد بيكتشر غلط؟ ازاي بس من انهي اتجاه دي؟ هتعمل ايه البلاد بيكتشر دي يا منى؟ ده اللي بخاف منه يا جماعه، ده اللي بخاف منه. دي حاجات بقى ايه يعني، لما اقول لك اهم انفستيجيشنز تعمل، اما الالترا ساوند صح على فكره طبيا يعني وعلميا، ما هو هيبين فلويد في البطن. سابدو من الاكس راي. طب اسالك سؤال يا منى، سؤال ينهي المناقشه دي خالص. التي ال سي بيعرف حاجات ثانيه ولا لا؟ بيعرف الهيموريدج والاسكيميا ده؟ لا مش بس كده، لا مش في الهيموريدج، في الاسكيميا وفي البريتونايتس. بس التي ال سي بيعرف حاجات تانية ولا لا؟ امراض البطن بيعلى، كولايتس بيعلى، لو واحد عنده اللوز هيعلى. فهمت قصدي ايه؟ ففي حاجه اسمها انفستيجيشن مساعد وانفستيجيشن مشخص. انا انفستيجيشن جولد ستاندرد، ما ينفعش ما بقاش عارف الجولد ستاندرد. طب ما هو شور اكيد يعني ان السي بي سي هتبقى تبين تي ال سي، بس هو قال لك ايه؟ تو كونفيرم ذا دايجنوزس. هو التي ال سي لو عالي ابقى انا كونفيرمد الدايجنوزس ولا ايه الاندر دايفرام؟ لا مش كونفيرم. ايوه الاير اندر دايفرام هو اللي هيكونفيرم. ماشي. طب يا دكتور هو انا كنت هقول الترا ساوند برضه، فليه ما نقولش الترا ساوند؟ يعني الالترا ساوند هيبين الفتحه؟ طب هيبين الهواء؟ هيبين يعني انا حاسه ان دي اول حاجه لو في امرجنسي مثلا، يعني يعني احنا هنتكلم على كذا حاجه مش على لا. هو الالترا ساوند بياخد قد ايه والاريكت اكس راي بتاخد قد ايه؟ انا كارولين. يا كارولين انهي كل واحد بياخد قد ايه؟ الالترا ساوند بتهيألي اسهل لان هو ممكن يبقى موجود معايا في الابدومينال اكس راي. اريكت موجود في اي مستشفى، الالترا ساوند محتاج دكتور، انما الابدور الاكس ريكت محتاج تكنيشن. الابدور الاكس ريكت هياخد دقيقه، الالترا ساوند هياخد ربع ساعه. الدكتور هنا مكتوب اكس ري جست. ايوه هو الشيست هو اللي بيبين الدايفرام. هتعرفوا معايا في الاكسبيرينس بعد كده ان انا عشان اشوف الدايفرام في الابر ابدومن لازم ابين شيست. انا عايز اشوف الدايفرام وخلاص فبطلب شيست، لان ممكن اطلب ابدومن ما يجيبليش الدايفرام. ده الاصل عشان اشوف الدايفرام، انا عايز اشوف اير تحت اللنجز فبعمل شيست. بسمه معايا تاني؟ اوكي. 24 صفحه 23 صفحه 23 احنا خدنا 27 ولا ناس. حلي لي 27. دي ماشي برافو. طيب دينا. اي يا دكتور. 31.
هيا دينا رقم كم؟ المفروض ان هو رقم 31 رقم 31 مش مفروض immediate blood transfusion بعدين لما نصلح الحاجات نعمل immediate surgery صح؟ كده هنجيب صفر رايل كيوب انسيرشن العيان ده عنده ايه يا دينا؟ perforation البست مانجمنت ايه يا دينا؟ perforation perforation هو المفروض ان هو يعني مفيش مفروض surgery best management of perforation ايه؟ surgery surgery بس احنا قلنا ما ينفعش ندخله الا لما نصلح كل اللي فيه الاول طب هو قال لك انها بايظه اصلا؟ والله هنا مفيش بليدنج اصلا هو قال لك انها بايظه الهيموجلوبين واقع يعني افرض هيموجلوبينه 13 هنقل له دم يبقى احنا الفنا سيناريو جوه دماغنا واخترعنا له ان احنا عايزين نفهم الراجل ان احنا بنحب ريسسيتيشن الراجل اصلا مش قصده كده خالص هو لما يقول لك ان العيان هيمودايناميكس واقعه يبقى الفيرست بيست انه يتعمل ايه؟ الريسسيتيشن. لكن ده راجل قال لك بمنتهى البراءه ذا بيست مانجمنت. فبيحاول يسهل لك الموضوع. ماشي؟ حتى ما قالش تمام 24 ها؟ 24 24 ايه؟ السؤال رقم 24 هنا؟ اه اشمعنى؟ نفسك فيه ولا ايه؟ لا هو ده السؤال اللي جاوبته بس ولا كان سؤال غيره؟ اه ده بتاع لا ده كان في صفحه ثانيه. اه صفحه 22 انت عايز سؤال بسمه؟ ايوه انا في اصل انا افتكرت 24 فهي كانت فقالت الاجابه دي فانا كنت فاكر ان 24 اللي هو ده يعني. ما علينا. بسمه جاوبت سؤال فيري سيمبل بيقول البي ام اي اكثر من 40. هو ده اللي اسمه الاوبيزيتي. اوكي. مين ما جاوبش كارولين؟ ايوه دكتور. بص بقى معايا. خمستاشر يا كارولين. اوكي سان abdominal tenderness او rigidity مش عارف لا مش لا tenderness فكري قبل ما تقولي ثواني ايه abdominal tenderness طيب هو اللي عنده ulcer مش عنده tenderness وبيجاستريك بين ولو دوست على بيجاستر هيوجعه مين اللي ما عندوش بقى ريجيديتي لازم ما يكونش اي حاجه غير بيرفوريشن يعني لما اقول كلمه ريجيديتي لا تعني الا بيرفوريشن لكن هقول تندرنس طب ما هو كان عنده تندرنس بس هي ريجيديتي اوف ريكتاي ما انا كنت هقول ريجيديتي بس ايوه طبعا ما هو ريكتاي اهم عضلتين هو الاوبليكس تبعهم انما الاساس في النص أنا أصلا قصتي كلها في الإبيجاستري. هو لو قال جزء من عضلات البطن وساب الجزء الثاني هو ده معناه إن الإجابة غلط؟ يعني بدل ما يقول anterior abdominal wall muscles are rectile
ايه اللي غلط؟ مفيش غلط، هي فعلا عضلات بطنه بتبقى شده جدا. وانت اصلا بتعملي اكزامينيشن اساسا للابيجاستر، وده اكتر حته كان بيشتكي منها في الوجع في الهيستوري. طب ما الشيفتنج دالنس، ايوه ما هو كلهم صح، وانا قلت حاجه بس ما الشيفتنج دالنس بيحصل مع الاسايتس حاجه ثانيه. diminution or absence of liver dullness ما بيحصل مع الامفيزيما، يعني في حاجات كتير قوي ممكن تحصل. ولا هو انا بشخص، وانا لما شرحت قلت انا بشخص بال diminution of liver dullness rigidity والجاردين اول ويروح. اوكي silent abdomen ما بيحصل مع الايليس. فهو الاجابات كلها صح، بس مين اصح؟ يعني مين الكلمه اللي لما تقوليها الجراح يرجع لك، الجراح يجري لك البورد لايك ريجيديتي، ملهاش تفسير عند البطنجيه وملهاش تفسير عند الجراحين غير بيرفوريشن. ماشي هاله. ايه يا دكتور؟ 16 16 ترو اكسبت. دي 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 غلط. ايه دي هيا هيا ركزي تاني ثواني. طب خد كلهم صح ما عدا واحده. طب انا هسالك سؤال، هي اول واحده صح؟ ايه لا لا ديس بروكسيمال مش ديستال. بروكسيمال قبل الدي جي جانكشن. ايوه ما خدتش بالي من ده. خلاص هتلاقيهم سهلين بقى. المنيا بتحصل من الابر جي اي، ما بتاخد وقتها قبل ما تنزل تبقى لونها اسود. بليدنج في الابر جي اي على الالسر بيعمل ميلينا. الاندوسكوبي از ذا يوجوال انفستيجيشن فور ابر جي اي بليدنج، طبعا هنعرف جاي منين الالسر والفريز. السيرجي ان ذا موست كيسز هو اللاست ثيرابيوتيك اوبشن. لا الاصل ان انا بمشي بكونزرفاتيف وبمشي اندوسكوبي. ماشي. طب انت ملقلقه في واحده منهم، اللي ما ينفعش انها تكون صح نهائي هي ايه؟ مش انا ما شفتش ديستل بس فكمان. ماشي. بصوا في حاجتين مهمين، الكلمه اللي ممكن تنساها في الجمله واكسبت وانكوريكت وكوريكت اللي هي في راس البتاع. يعني هي نسيت ما شافتش ديستل، وممكن تتلخبط في راس العنوان وتفتكر هو عايز الصح او عايز الغلط. لازم نقرا كويس ترو اكسبت ولا فولس اكسبت ولا ذا انكوريكت ستيتمنت ولا ذا كوريكت ستيتمنت. طيب بعد هاله حسناء. ايوه يا دكتور. 17 17 بي كلوجر وذ اومنتال اومنتال باتش اللي هي الجرام. برافو جراهام باتش. ماشي طيب لو سمحتي سمر. سمر 18 لا 18 روبا بيكي يا بريبايرو. ايه برافو كرونيك ديودينال الالسر. منى خلي صح يا منى. Thirty-six.
هو قال ايه؟ What is true؟ طبعا انا مش عارف هو 60% ولا اكتر ولا اركز بقى في الجمل الثانيه. احتمال اي واحده منهم تبقى صح. اه مين؟ اه كورونيك جاسترايت. كورونيك جاسترايت صح. سي الاجابه سي، واليورياز بيدي فوق ال 90% اكريس. الاجابه طلعت سي. سي اه، واليوريز هو بيدي الكلام ده فوق 90%. يعني كمان ما جبتيش السؤال ده، تجاوب سؤال 39. السؤال ده رخم جدا. بس في الاخر التتويه ملوش دعوه بالسؤال. دي ايه؟ دي دي مظبوط. ليه بقى؟ هي بتتعمل من الثوركس غلط، بتتعمل من النك غلط، ده شغل كله ابدومن. if complete والريزلت ان اسيد سكريشن ازاي يعني؟ ده لو واحد ما عرفش الموضوع هو اللي ممكن يتلخبط. طيب اخر واحده it has been abandoned as a method ازاي يعني؟ طب هي محتاجه جاستريك دريت؟ طبعا محتاجه جاستريك دريت. ماشي. طيب يارا 41 A 33-year-old man is admitted to the hospital for evaluation and treatment of gastrointestinal ulcer at age 25. He was treated surgically with patch. يعني ايه gastrointestinal؟ gastrointestinal ulcer مش عارف. يعني ايه gastrointestinal؟ يعني ايه طيب يعني ايه احمد gastrointestinal؟ recurrent ulceration. يعني ايه gastrointestinal؟ gastric كان عامل gastrointestinal مثلا. برافو برافو يا هاله. gastrointestinal يعني عامل gastrointestinal، والوصله ما بينهم ابتدت تالسريت لان الجيجنم مش مستحمل الاسيد بتاع الاستومك. هيقول لكم الكلام ده في اخر سطر بس انا بقول لك عشان تبقى فاهمها يعني. طب كملي يا يارا قرايه. At age 25, he was treated surgically with an omental patch for a perforated duodenal ulcer. At age 30, he was treated with a truncal vagotomy and antrectomy for chronic duodenal ulcer. He now عمل truncal vagotomy شال النيرفس فيز، وعمل antrectomy يعني شال الهرمونال فيز، صح كده؟ لما يعمل antrectomy هيوصل بقية الاستومك فين؟ يا بالديودنم بالروث 1 يا بالجيجنم بالروث 2. هو وصلها بالجيجنم بالروث 2 هي الاشهر، وقفل الديودنم. يبقى وصل الاستومك بالجيجنم ولا لا؟ اه. يبقى التكب الاسيد على طول في الجيجنم. في الجيجنم. حلو؟ He now has stromal ulcer. الالسر ده بقى refractory to medical therapy. Medical therapy. Which should be checked. Gastrin level. جاسترين ليفل. برافو، لانه ممكن يكون طالع منين؟ بنكرياس. برافو يا حسناء. لا هو انا من ال دورينجر. عالي قوي يا حسناء. خلاص يا يارا؟ اه. ممكن يكون طالع من البنكرياس، هو شال المصدر بتاعها اللي طالع من الاستومك. طيب شروق 42 بيشنت اندرو هي الإجابة بتاعت فورتي وان طلعت إيه؟ جاسترين. أوكي. هيبقى رقم نمبر سي دامبنج سندروم. دامبنج سندروم، في حد عنده اختلاف فيها؟
أبدأ أشرح عن الجديد يا جماعة.